فيش حاجة اسمها ذهب صيني، هو عبارة عن اكسسوار، لأن كلمة ذهب دي بتوحي للعميل أو للزبون إن ده منتج ذهب. الذهب هو اللي بيتباع في محلات الذهب فقط، أما الإكسسوار الصيني ده فده بيتباع في جميع المحلات العادية، محلات الإكسسوار اللي هي بتبيع الحاجات اللي هي لا تمت للذهب بصلة. فاللي بيشتري ذهب عارف هو انه بيشتري ذهب، اما اللي بيشتري اكسسوار صيني فهو طبعا بيشتريه وهو يعلم انه هو مش ذهب، لان لا بياخد بيه فاتوره ولا انه يعني يشترى مره اخرى، هو بيتباع او بيشتريه مره واحده وبعد كده لا يباع تاني ولا يرد. اما الذهب فطبعا مهما كان عياره بيشترى ويباع في محلات الذهب بفاتورة رسمية معتمدة، وكذلك لما الإنسان بيستغنى عنه بيبيعه في المحلات الذهب، وده سلعة طبعا ذهب ثمين. وكذلك ذهب أو ما يطلق عليه الذهب ده لفظ خطأ، هو إكسسوار صيني وله تأثير سيء على الجلد، وده طبعا معدن مطلي بطبقة خفيفة جدا من الذهب وسرعان ما تزول. الذهب عموما طبعا يعني ليه رونق خاص، وبعد كده يعني علشان خاطر في الشخص العادي يميز الذهب من النحاس دي بتبقى فيها صعوبة شوية، أو بالنسبة للإكسسوار الصيني لأنه متقن الصنع وما يقدرش العميل العادي يميز الذهب الحقيقي إلا إذا طبعا لجأ لجواهرجي يفحصه له. وكذلك لازم يشتري الذهب من محل محترم له سمعة علشان خاطر يضمن ان هو بيتعامل مع الجواهرجي بتاعه، حتى اللي هو السايق بتاع العيلة يعني اللي هم بيتعاملوا معاها. فطبعا دي بتبقى فيه ثقة وبيبقى هو واثق انه بيشتري ذهب مظبوط وبياخد فاتورته معتمدة مظبوطة. يعني اهم حاجة مع الذهب الفاتورة. الفاتورة لابد، محدش يشتري ذهب بدون فاتورة، ويشتري من محل يعني محترم له سمعة محترمة أو الجواهرجي اللي هم العائلة كلها يعني بتتعامل معه. هو طبعا احنا يعني مع علو السوق في الفترة اللي فاتت، وكذلك يعني مازال يعتبر السعر عالي، فاحنا ابتدينا نعمل نفس المشغولات بس خفينا في الأوزان عشان تبقى في متناول الجميع، يعني بحيث ان الدبلة اللي كانت بتطلع 5 6 جرام ابتدينا نعملها 2 3 جرام، فبقى التمن هبط للنص، وده علشان نشجع المشتري ان هو يشتري. وكذلك اذا كان كوليه او خاتم او حلق برضو خفينا الاوزان بقدر المستطاع بحيث ان يكون ذوقها سليم وفي نفس الوقت يبقى ليها قوة ومتانة علشان تبقى في متناول الجميع.